بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة والطب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والطب وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعبير ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله رضاكم. واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. الموضوع هي تحديد المياه القياسيه للاسمنت. المياه القياسيه للاسمنت اتكلمت عليها المواصفه اللي هي رقمها 196 بارت 3. احنا معانا فيديو هنتكلم فيه او في شرح لموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. انا هنا هسيب الصفحات دي كلها وهيهمني الصفحه اللي هي الصفحه رقم 9 لو اي حد من الناس عايز يراجعنا. دي الصفحه 9 اللي بتتكلم على طريقه اجراء الاختبار لو اي حد من الزملاء عايز يراجعها طريقتها والشرح بتاعها. الشرح بتاعها وافي اهي موجوده معانا. ده اللي هنطبقه ان شاء الله في الفيديو اللي احنا عملناه مع زمايلنا في المعمل. الاختبار ده برضه هقوله تاني اسمه اللي هو ديترمينيشن اللي هي تحديد اوف ستاندرد كونسيستنس اللي هو المحتوى او الديموند بتاع الاسمنت او الميه اللي عندها الاسمنت هيبقى وصل لافضل مرحله ان هو يبتدي يشتغل فيها. هشتغل او هستعمل في الاختبار دوت جهاز الفيكات وده يعتبر اشهر جهاز في اجراء هذا الاختبار ومفيش معمل بتالي بيخلو منه. الجهاز هتكلم عليه بسرعه كده هو زي ما احنا شايفين كده هو عباره عن جزء متحرك دوت. الجزء دوت هو ده تقله تقريبا حوالي 300 جرام زياده ناقص 5 جرام بمعنى اصح يعني. وفي مسطره هنا مدرجه. المسطره المدرجه ديت طولها 40 ملي يعني 4 سم بتبدا من الزيرو حتى ال 4 سم. مدرجه بالملي طبعا لان ده الموضوع ده هيهمنا جدا لان احنا هنشتغل بالملي فيه. ده اللي هو شكل الجهاز اللي هو جهاز الفيكات اللي احنا هنستعمله في الاختبار. الجهاز دوت ليه ملحقات ثانيه اللي هي زي العمود اللي احنا بنقول عليه البلانجر او هو عمود اللي احنا بنعمل بيه الاختراق عشان نحكم على العجينه القياسيه. العمود ده فكره بسيطه كده عنه ان هو ده طوله 5 سم. الطول دوت لو احنا قسناه هنلاقيه 5 سم وممكن نجيب من المواصفه بتاعته الرسمه بتاعته برضو بس احنا دي الصوره قدرنا نصورها في المعمل عندنا. والديامتر ده المسافه ديت سنتي يعني 10 ملي. ده بالنسبه لعمود البلانجر اللي احنا هنستعمله معانا في الاختبار اللي هنقيس بيه الموضوع زي ما احنا شايفين كده دوت جزئين جزئين جزء منهم مفتوح من ناحيتين عباره عن اسطوانه وهنخلطهم مع بعض فيديو برضو عملي هنقول عليه نتكلم عليه. وادي رقمها اللي هو 196 بارت 3 او الجزء الثالث. ده بالنسبه لقبل ما اشتغل فيه. هنا في معانا فيديو هنشغل فيديو مع بعض كدهوت ونشوف الراجل هنا هيعمل ايه. هنا في الاختبار دوت قال هاخد وزنه اسمنت 500 جرام وابدا بخلط مع استعمال 125 جرام. لو احنا حسبنا ال 125 جرام بالنسبه لوزن الاسمنت هنلاقيها بتعمل 25% من وزن الاسمنت. اهو الراجل شغال اهو. طبعا قبل ما بيشتغل بيجهز كل الادوات اللي هو هيستعملها في الشغل بتاعه. ادي شكل الاله اهو كويس اهو واضح اهو. ادي من فوق اللي هنا عليها 7 سم ومن تحت 8 سم وادي القعده الازاز. هو الراجل شغال مستعمل قعده ازاز. وادي الجهاز عنده اهوت هتديه يصفره قبل ما يشتغل اهو. لو احنا خدنا بالنا ان العمود ده 5 سم الارتفاع القالب ده 4 سم 4 سم يعني لو حد عايز يقيس يقيس لازم ما بيزيدش على 4 سم. ليه 4 سم؟ لان هي نفس المسافه اللي هي بتاعه المسطره. ابتدى يصفر الجهاز اهوت اداله على الصفر
ويبتدي يعمل اختراق تاني من جوه لازم يديله على الزيرو. ادي اهو الزيرو اهو ما شاء الله مظبط الراجل شغله. هيبتدي كده الراجل جاهز كل الحاجه بتاعته، هيروح يوزن بقى الوزن بتاع الاسمنت بتاعته. لا ما شاء الله ده بيظبط الوزن، الوزن ذهب زي ما بيقولوا يعني. ادي وزن 500 جرام ما شاء الله، وهيبتدي يوزن الميه بتاعته اللي احنا قلنا هيبدا ب 25 جرام 125 جرام ميه بيحسبها هتعمل كام في الميه، ويبتدي يسجل لان في خطوه مهمه جدا هتبقى في الفيديو ان شاء الله هنرسمها مع بعض. دي مهمه اهو، حسب ال 25% زي ما الكتاب بيقول لقاها عامله 125 جرام، فادي بيوزن ال 125 جرام الراجل. بيحاول يظبط الوزن، هيبتدي طريقه الخلط برضه هنتكلم عليها وهو شغال. الطريقه ان هو هيضيف الميه الاول، وبعد ما يضيف الميه هيضيف الاسمنت، ويحاول ما يضيعش وقت، يحاول وما يهدرش اي حاجه من الاسمنت بره، هضاف الاسمنت يركب الجهاز بتاعه ويشغل. تشغيل قد ايه؟ هيشتغل 90 ثانيه او دقيقه ونص على السرعه البطيئه، 90 ثانيه على السرعه البطيئه. هو ظبط الستوب واتش بتاعه، وطبعا احنا هنا سرعنا عشان الوقت يعني والزمن. دقيقة ونص الراجل وقف الليل. بعد دقيقة ونص هيبتدي ان هو يعمل ايه بقى؟ هيستعمل اي حاجة معاه بحيث ان هو ينزل اي عجينة لازقة على الميكسر من الجناب بحيث سقطها تحت في قاع المكسر ده كده، ويستنى يكمل 30 ثانية يعني عندي دقيقتين هيبتدي يشغل دقيقة ونص تاني. ادي الراجل ما شاء الله ادي الدقيقتين اهو هيبتدي يشغل دقيقة ونص تاني، معنى كده ان هو هيقف عند 3 دقايق ونص، 3 دقايق ونص خلص 3 دقايق ونص يبتدي يجيب القالب بتاعه ويبتدي يعبي. ناخد بالنا في التعبئه ان هو لما يجي يعبي العجينه لازم ما يكونش فيه ولا دمك ولا هز، ولا دمك ولا هز. وده المصفى بتقول هتلاقوها غالبا ديت في الصفحه تقريبا رقم 6 اللي بتقول كده ان هو ما يهزش القالب ولا يدمك. بيظبط الجهاز بتاعه، هو صفار بس برضه بيتاكد اهو اهو واقف اهو اهو لا الزيرو الصاد رقم 4، لان طبعا 4 هنا تعادل 4 على وش القالب. يعني هو طب هو يعرف ازاي ان العجينه كويسه؟ قال لك لازم تحقق 6 زائد او ناقص 1 مللي اهو، يعني صفر ويبتدي يعمل اختراق. قبل ما يصفر بعد ما يصفر كل حاجه لازم يقف ثانيه او ثانيتين عشان السرعه الابتدائيه بتاعت العجينه. يعمل اختراق في العجينه اهو ما شاء الله حققت كام؟ تقريبا هنا حققت 25. هيبتدي الراجل يعمل ايه؟ ناخد بالنا من الخطوه دي اهو. سجل اول محاوله عملت قالت على المسطره 25 مللي، وهو ضاف 125 مللي ميه او 25 جرام ميه. هيعمل بقى كام محاوله؟ يعمل 3 محاولات عشان يقدر يوصل للمركز. الاختبار ده بيتم على اساس ان هو ما يعرفش الاسمنت عايز ميه قد ايه. لكن لو احنا جبنا واحد شغال في الاسمنت له فتره طويله وحاجات من دي، ممكن من محاولة واحدة يجيب الماء القياسية ويعرف، فبيعمل أكتر من طريقة ويجيب الماء القياسية من خلال حسبة معينة هنعملها مع بعض كده ونشوف الراجل عملها ازاي. عمل المحاولة التانية وزن كام؟ دول 500 جرام مية، 500 جرام أسمنت تاني، محاولة تانية وهيضيف مية 135 جرام ميه، ونشوف ال 135 نحسبها الحسبه هتعمل كام في الميه. غالبا هتعمل الراجل زي ما الراجل حسبها وشفناها هتعمل 27% ميه.
هيبتدي يشغل برضه بنفس الطريقة. هنعيدها تاني، هيخلط 90 ثانية على السرعة البطيئة، وبعدين هيقف لمدة 30 ثانية، خلالهم هينزل أي حاجة لازقة في الجناب في الميكسر، وبعد ما ينزل كل حاجة لازقة في الجناب يستنى الساعة توصل لدقيقتين ويروح مشغل تاني دقيقة ونص على السرعة البطيئة. برضه بقولها تاني، محدش يخلف ما بين الطريقة ديت أو طريقة الاختبار ده والطريقة اللي بتتم في الكود المصري اللي هو الخلط يدوي. احنا هنا بنخلط ميكانيكي. مصر الأوروبية ديت طلبت الخلط الميكانيكي، اهو بيخلط دلوقتي دقيقة ونص تاني، هيبتدي ياخد العجينة ويعمل محاولة تانية برضه عبى القالب وسواه ما شاء الله، ويبتدي يعمل عملية اختراق ليها ويشوف المسطرة قارب معاها كام. عمل اختراق يقرا قارب كام، قالت معاه اهي 15، يبتدي يسجل خط. يبقى خد بالك احنا لسه ما وصلناش للرقم اللي احنا عايزينه في الاختراق من قاع القالب اللي هو 6 زائد او ناقص 1، يعني بمعنى اصح من 5 ل 7، يعني جيب 5 او 6 او 7، لغايه دلوقتي ما جابش ولا 5 ولا 6 ولا 7، هيعمل محاوله ثالثه. اللي لو ناخد بالنا ان هو كل ما بيزود ميه كل ما بيزيد الاختراق، يعني اول مره بدا بكميه ميه قليله 25%، قالت معاه 25 على المسطره. لما شفنا لما قالت 25 معناه كان العجينه ناشفه، اضطر ان هو يزود الميه، يزود ميه في عجينه جديده بكميه اسمنت جديده بوزنه جديده، يعني مش يزود ميه على العجينه، لا عمل عجينه ثانيه، راح حط ميه ثاني تقريبا 27% اللي هي عملت 135 جرام ميه ضافه، وعمل بنفس طريقه الاختبار الخلط، عمل اختراق ثاني للعجينه قالت معاه 15، لا ده لسه ناشف، اضطر ان هو يزود ميه. لما زود ميه نشوف ايه اللي هيحصل معاه دلوقتي في المحاوله ديت. هيجي يروح الراجل دلوقتي ما شاء الله هيعمل المحاوله الثالثه، يعبي القالب بتاعه برضو من غير ولا هز ولا دمج. الراجل ما شاء الله يحاول على قد ما يقدر ان هو يسوي ويحاول يخلي السطح عمس. لو ما شاء الله ده في كل مره ولازم برضو هنا ينظف العمود بتاع الاختراق ويسنطر العمود في نص العجينه ما يبقاش في متطرف، ويعمل اختراق ويستنى السنتين زي ما قلنا. عمل اختراق بسم الله ما شاء الله، جابت كام؟ جابت تقريبا 3 برضو طريه. طب احنا عملنا محاولتين طلعناش فيه، المحاوله طلعت طريه، احنا عايزين اصلا 5 او 6 او 7، هي جابت معانا 3 و15 و5، ما جابتش خالص. هو هنا بيعمل حاجه حلوه جدا بقى، ودي اللي اهم حاجه في الاختبار بتاعنا او في الفيديو بتاعنا. ايه هي الميه القياسيه؟ هجيبها ازاي؟ هيعمل حاجه ظريفه جدا، هي دي احنا كنا نعملها اهو، بيعملها كمان على السبوره اهو. بص مسميها عمل خطين، يعمل خطين، خط راسي اللي هو ده، فين هو خط راسي وخط افقي. خط راسي هيقول قياس الابره، يعني الابره قياس قد ايه، والخط الافقي هيسميه كميه الميه اللي هو ضافها. هيبتدي هنا على الخط اللي هو الافقي هيحط النسب الميه اللي هو حطها، والخط الراس هيحط الابره اخترقت قد ايه، ويعمل حركه حاجه ظريفه جدا. هيجي عن ال 25% عملت كام المسطره؟ قالت معاه 25. ابتدى بقى يسقط النقط على ال على الخط اللوغاريتم اللي هو عامله. دي عملت كام؟ 15. هو يبتدي يسجل النقطة الثالثة اللي هي عند 29%، يعني ظريفة أوي. هيبتدي يمشي برضو، المفروض هو هنا يستعمل مسطرة، بس احنا بنعمل طريقة عشان نعرفها ونطبقها. حاجة غريبة إن شاء الله. طيب هو هنا ظريفة أوي، هو هنا عايز من 5 ل 7 زي ما قلنا. ابتدى هنا جاب من 5 ل 7 وابتدى يمشي بالمسطرة، خد متوسطه لقاها تبقى عند 6، فخد خط رأسي وخط أفقي ونقطة الطلاق بتاعته بتعمل كام؟ لقاها جاية عند مية 28 و7، ما شاء الله. حقيقة 28 و7 يبتدي يعمل محاولة رابعة ويستعمل معاها كمية، بيحسبها الراجل اهو،
حتى هنا لو ناخد بالنا دي شات الاسمنت اللي كانت جايه فعملت 143 ونص. اذا 28 و7 عامله 143 ونص جرام او 803 ونص من اللي سواء هيستعمل الاخبار او هيستعمل الميزان. هيبتدي بقى ياخد كميه الميه دي ويحطها على وزنة الاسمنت اللي هي 500 جرام. راح بقى الراجل يعمل محاولة بقى اللي هو طلعها من المعادلة. ادي وزن 143 ونص مية ووزن او هيوزن هنا كام 500 جرام اسمنت تاني ان شاء الله. اللي طبقه بيعمله وهيبتدي يخلط تاني بنفس الطريقه ولا المره الرابعه تقريبا هيغلط. هيحط الماء الاول وبعدين هيضيف الاسمنت وبعدين هيغلط لمده 90 ثانيه متصله تمام، وبعد كده هيقف 30 ثانيه. ال 30 ثانيه اللي هيقف فيهم خلالهم اي حاجه لازقه في جنب المكسر هيسقطها تحت لو في حاجه لازقه. الساعة مع او الاستوبتش مع يوصل لدقيقتين يبتدي يشغل تاني على السرعة البطيئة لمدة 90 ثانية، يبقى زمن الخلط بالمكسر 3 دقايق ومنه خلالهم 30 ثانية اللي هي التوقف. يبتدي بقى ياخد العجينة يبتدي بالقلب وبيسوي الراجل اهو برده من غير ولا هز ولا دم، وبرده يحاول ان هو ينظف عمود الاختراق ويبتدي يختار لك الابره. بسم الله ما شاء الله. عارف كام؟ اريا 6 على المسطره وبكده هو بسم الله ما شاء الله. يبقى هي الستة دي حققت واحنا كنا عايزين 5 او 6 او 7. لما حققت مع الستة كده وصل مرحلة سيام على كده يبتدي يعمل عجينة بقى ويبتدي يقيس من خلالها زمن الشك البدائي وزمن الشك النهائي. واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبد الناصر الحمد لله.